عقائد المذهب الطوسي ملعونة عند العترة الطاهرة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وقد تحدثت عن المطالب هذه بالتفصيل، عودوا إلى برامجي واطلعوا عليها. فتاواهم شافعية، صلاتكم شافعية وفقا لفتاوى السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر، صلواتهم شافعية هؤلاء، وقد أثبتت ذلك بالوثائق والأدلة، ولا يستطيعون ردها. لو أنهم يستطيعون رد حرف واحد من كلامي لردوه، لا يستطيعون ذلك، إنما يقولون عني إنني ماسوني، يحاولون أن يمنعوا الناس من أن يتواصلوا مع برامج قناة القمر، هذا هو الذي هم يفعلونه. لو كانوا قادرين على رد حرف من كلامي لردوه. تفاهات تطرح في الشارع يصدرون البيانات لردها، ويتسابقون بعمائمهم في الفضائيات وعلى الإنترنت لردها، تفاهات لا قيمة لها. أنا أمزق حوزتهم، أنا أمزق مذهبهم، أنا أمزق مراجعهم وبالأدلة والبراهين. لا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة واحدة لرد الحقائق، إنما ينتقصون مني شخصيا، أنا لا قيمة لي، فلينتقصوا مني وليقولوا ما يريدون أن يقولوا عني، لا قيمة لي، القيمة قيمة الحقائق. إذا كنتم على حق فلماذا لا تظهرون حقكم كي تسقطوا هذا الباطل؟ أنتم تعرفون جيدا أنا أخاطب السيستاني وأخاطب سائر المراجع، تعرفون جيدا من أن طلبة الحوزة في النجف يتابعون برامج قناة القمر، ومن أن برامجها قد اخترقت حوزتكم، وتعرفون جيدا هذا البرنامج. أتحدث عن الحلقات الخاصة بالطوسي اللعين، قد أثرت في هذه الأيام تأثيرا كبيرا في واقع حوزة النجف وغيرها، وتعرفون هذا جيدا. إذا كان كلامي ليس صحيحا، وإذا كنت أتحدث بحديث الباطل، كذبوا ما قلته من الحقائق. قولوا هذه الكتب ما هي للطوسي، قولوا هذا الكلام الذي ذكره هذا الماسوني ليس صحيحا، قولوا وقولوا. إذا كنتم على حق فأين حقكم؟ لماذا يتغلب باطلي على حقكم؟ يا أصحاب الحق، كل هذه الإمكانات التي عندكم من الفضائيات والمؤسسات والأموال الطائلة، ومن الناس والأتباع، ومن المعممين في كل مكان، لا تستطيعون أن تثبتوا حقكم، فأي حق هذا؟ ولا تستطيعون أن تبطلوا باطلي، فأي باطل هذا؟ الباطل الذي لا تستطيعون أن تبطلوه، ما هو بباطل؟ هذا حق. والحق الذي لا تستطيعون أن تثبتوه، ما هو بحق؟ هذا باطل. أنتم مهنتكم وشغلكم واختصاصكم أن تثبتوا الحق وأن تبطلوا الباطل، فأين حقكم وأين هو باطلي؟ أنتم تضحكون على الشيعة، لكن الشيعة حمير، فماذا نصنع لهم؟